صحة شريف بيتكم. صحة شريف بيتكم كل نهار أربعة من العشرة نص الليل على الحياة دفان. صحة شريف بيتكم. القيروان أم أمصار وعاصمة أقطار، أعظم مدن الغرب قطرا وأكثرها بشرا وأيسرها أموالا وأوسعها أحوالا وأتقنها بناء وأنفسها همما وأربحها تجارة، هكذا وصف الإدريس القيروان. مستمعي تاج الصحة إذاعة الحياة FM، تحية طيبة وصحة شريبتكم. برنامج سهرية كل ليلة خميس صحة شريبتكم خلال الشهر الفضيل، نرافقوكم من العشر نصف الليل، نحكيوا على حكايات عشق، جمعة أدباء، شعراء، علماء، مشايخ، سياسيين بمدينتهم ومدينة احتضنتهم وجنحت بيهم البقية بلدان العالم. وكما يقول أستاذنا عبد الرحيم الماجري، لولا عطر التاريخ العلمي والأدب القديم الذي يتشممه أبناؤها من إنائها لصارت أثرا بعد عين. الليلة إن شاء الله نتشمم من إناء القيروان الفسيح، نحكيه على المقامات، على تاريخها، ذكرتها، على وقعها زادة. هذا إن شاء الله يكون الجزء الأول من السهرية، ثم الجزء الثاني نخصوه الرمز من رموز العالم الإسلامي شيخنا الجليل عبد الرحمن خليف، وتكون الختام يكون مع قراءات على الهامش. كل هذا وغيره يشاركوني فيه ظروف كرام، ويسعدني باش يكونوا معي الليلة سيطارق العلاني، خلينا نقول ذاكرة القيروان. صحة شريفتك سيطارق. صحة شريفتك سي معز، بارك الله فيك، ورحبوا بمستمعي حياة FM. شكرا. وكذلك عاشق الأدب والفنون سي مصطفى الفارسي، صحة شريفتك. صحة شريفتك معز، صحة شريفت الجميع، وصحة شريفت سيطارق. وفي انتظار بتبيع الجزء الثاني إن شاء الله يلتحقوا بينا الدكتور عبد الله خليف ابن شيخنا الجليل، وكذلك الدكتور الحبيب العلاني مدير المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان، للحديث عن شيخنا عبد الرحمن خليف. هذه الصحبة الطيبة إن شاء الله نواصل معها إلى حدود منتصف الليل على أمواج إذاعة الحياة FM. وقبل هذا ودونني سعيد بها، كيف ما قال سيد مكاوي، شقاسي مصطفى تتكلم عربي؟ لا، نحن مش نرحبوا بالضيوف، مش نرحبوا بكم الكل، مش نقولوا أيامنا الحلوة مع فضل شاكر. صحة شريبتكم. صحة شريبتكم كل نهار أربعة من العشرة نص الليل على الحياة دفان. صحة شريبتكم. النظام السابق وجرد من ممتلكاته، والشيء اللي نعرفه أنه الممتلكات اللي موجودة في المقام هذاك تاع سيدي عمر عبادة حولت إلى سيدي غيف. هو سيدي غيف اللي هو مجاور، يعني مقام مجاور اللي بعد بالطبيعة أصبح مسجد وأصبح جامع كبير وكل شيء. لأنه اللي شفناه احنا معناها في الوثيقة اللي فيها جرد للممتلكات، كنوز كبيرة، كنوز كبيرة وممتلكات كبيرة، فيها حتى معاش قبقاء فضة وحاجات ذهب وصياغات وحاجات معناها حاجات ثمينة بصفة غريبة، تنحاول كل ومشاو لسيدي غيف. لكن الشيء اللي معناها نتسألوه زادة، وين الحاجات هذه؟ هل هي حولت إلى متحف القادة أو إلى متاحف أخرى؟ الله أعلم. على كل حال، وهذا شيء ذي حتمية تاريخية، أو أي حاجة معناها موجودة مش تقعد كلها إلى يوم يبعثوه، لابد مش تنقص منها حاجات. والأحداث اللي تصير في البلاد وحتى الأحداث السياسية تحكم على الحاجات هذه باش تنحوه خسارة، فما كنوز كبيرة. على كل حال، احنا عندنا متحف اللي يقولوه متحف السيوف، مش ما فيه كان السيوف، لكن خصوصا السيوف اللي هي معناها غير عادية، سيوف كما قلنا فيها كتيبة معناها بالكوفية، وفيها حاجات زخرفة، وحتى الغمد بتاع السيف موجود من لوح، وحتى معناها حاجات غريبة حتى لا تستعمل لكنها منظر مزيان، وخصوصا الكتابة هذه بتاع الكوفية هذه الكتابة مزيانة برشا. وربما ذاك علاش هم استغلوه لمتحف للصناعات التقليدية، لأنه الجانب الفني كذلك طاغي في المنتوجات هذه اللي موجودة واللي معروضة. أيوه، حتى معناها الشخصية نتاعو المثيرة للجدل تخلي الناس تشتاق أنها تزور المقام نتاعو وتزور معناها المتحف. أيوه. المتحف هذا معروض للعموم بطبيعة الحال، الناس كل تجي. أيوه، فيها أروان، يعني مشيت معناتها وعملت دورة معناتها، فما تقول أنت العين تشبع
يعني قطع النظر على أحياته أو ما يقال حول كراماته أو غيره، لأنه كما كان والمصنوعات اللي هو أو الشغل يقول الشغل معناتها حاجة خارقة للعادة، ما فما حتى نجم نشبههم بحركة الحروفين العرب اللي موجودة توا اللي يستغلوا محامل مختلفة لا لشيء إلا لكتابة النصوص معناتها على هذه المحامل. هذه حاجه انه الناس بتقولوا انت معناتها متطلعه طليعي بعد افونغارديست معناتها يعني اللي هي قبل وقتها اللي هو فما برشا تيارات فنيه توا خاصه في العراق وسوريا يستعملوا النصوص هذه ولكنها على محامل غير المتعارف عليها اللي هو سبق واستعملها سيدي عمر عباده. صحيح، هو الحاجات الموجوده معناها غير عاديه، وهذا شيء ساعات تلقى حاجاتي والقيروان اللي تسخ كما هو جمع ابن خيرون في الجامعة المتذببان في زخرف ما صارتش في العالم مجمع مش موجودة، زاد في متحف سيد عمر عبادة الحاجات اللي موجودة يعني غريبة وما هيش موجودة في العالم مجمع، حتى معناها خدمة يد بطبيعة الحال لا ماكينات حتى شيء، وزيد تلقى في الزخرفة هذيك وتلقى في الفنيات هذيك يعني اللي يدخل غادي يتبهر من السقف للفوق للحيوت للحاجات الموجودة حتى القبوب اللي موجودة خاصة في وسط ست قبوب يقولوا أنه معناها كانوا مش يكملوا السابعة معناها وصلوا حتى الغاية تبركا بالرقم سبعة تقريبا هكا يمكن ديما يتبركوا بالرقم سبعة، لكن كما قلوها كلمة القديمة يقولوا أقل مساكن تفني الأعمار بالضبط. طيب هو لازم نرجع له مرة أخرى بأكثر توسع لأن نحن حاطين في البرنامج اليوم زوز مقامات، المقام الثاني اللي هو مقام أبي زمعة البلاوي. صحيح، هو مقام أبي زمعة البلوي نعرف وإحنا الساعة نشوفه شخصية أبو زمعة البلوي اللي هو من الصحابة دي كمال هو صحابي جليل معروف وكل شيء، وعلى من عم جاء في وقت الفتوحات الإسلامية واستشهد في جلولة، وحتى في جلولة مكان استشهاده فما مقام صغير موجود إلى يومنا هذا وحمل من رفات التاعه من جلولة إلى هذا المقام اللي إحنا نشوف فيه اللي هو تقريبا في القرن التاسع عشر 1861 63 حاجه في عهد حموده باشا. على كل حال في عهد حموده باشا اقيم هذا المقام، لكن لاكثر من مقام والزخرف بالضبط هذا اللي نبحث عليه بطبيعه الحال والسمعه اللي فيه والحاجات اللي هي قعدت على اكره الى يومنا هذا، تعلق سكان مدينه القيروان بهذا الصحابي الجليل اللي زمع البلوي تعلق كبير 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 وحب كبير، والناس معناها لابد باش تزوروا على الاقل مره في الشهر او مره فيه، وخصوصا في المناسبات نتاع الختان والا الزواج ولا حتى الوعد اللي تتقال والحاجات هذه وكل شيء، ويقولوا له السيد الصحابي، هو السيد الصحابي، هو الصحابي الجديد ويسيد يعني يقولوا سيد الصحابي، مشيت كنا قمت السيد ومتاع السيد وسيدي الصحابي ومن هناها وطلعت عليه حتى أغاني بالضبط كنا نسمعه في واحدة منها اللي كان يأدي فيها آدم اللبان يا سيد الصحابي جي اللي أشهر تقريبا أيوة وهذيك اللي ألفها سي الله يرحمه سي عم مجد بن سعد اللي ألفها ولحنها وعمل فيها العديد السلمية بطبيعة الحال. هو صداق لازم نلفتوا الانتباه اللي راهو معناتها كيف ما كان قبل يقولوا على الحجر الاسود، معناتها مش التقبيل نتاع الحجر الاسود مش في حد ذاته، ولكن يقولوا تبركا بالذي قبلك معناتها الرسول صلى الله عليه وسلم، نفس الشيء تقريبا نفس الصوره انه الناس كي تجي للمقام هذا ما ننساوش منين جات الصحابي معناتها وصاحب الشعرات، على اساس يقال انه في حجه الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم معناتها مكنوا من ثلاثة شعرات بالضبط ومعناتها أوصى بأن تدفن معاه، يعني الجين متاع الناس أكثر منه للمقام في حد ذاته في شخص صاحب الجليل هو تبركا، ولكن المقصد الأساسي يبقى ديما أنه الله معناتها هو الأول وهو الآخر، وإذا كان فما سواء كان أمنية أو غيره لن يحققها إلا الله، ولكن نظرا لكل ما وقر في نفوس أهالي مدينة القيروان من حبا لأنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. صاحب الرسول وكلمة صاحب الشعرات بطبيعة الحال احنا كي نشوفوا في متحف توركافيل في تركيا في تركيا اسطنبول في اسطنبول متحف توركافيل في تركيا فيه شعر موجودة يعني نشوفها رؤية العين المجردة معناتها موجودة في المتحف بتاع توركافيل شعر من لحيته وشعر من شعره موجودة، وفما حاجات أخرى زادة موجودة. على كل حال كان تشوف أنت معناها في متحف توركافيل يعني الناس معناها تغزل الشعر وتغزل العفسة بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، مش حاجة شوية الرسول الأعظم مش حاجة شوية، العمامة والبردة زادة العمامة والبردة وحتى السنتو اللي تاع حتى غزوة أحد موجودة. على كل حال أنا راهو آخر
وخشوع آخر، والناس توصل تبكي معناها، معناها مش شوية يعني. هيك علاش الناس قاعدة تتبرك معناها بهالمقام هذايا وتمشي، وما فماش مناسبة ما يتعداوش. حتى كي تطورت الدنيا ولا تذكرها بتهز العروسات وما هنا، لابد مش تعداو على السيد الصحبي ويقرأوا فاتحة يوقفوا حتى الكراهب. يعني ذكر الكراهب سيطارق هو معناتها يزمنا ما تقولوا اللي هو من الأول كان فما كان المقام فقط، ولكن في منتصف أظن القرن التاسع عشر تبنيت القبة قبت الهواء والمسجد اللوطاني هذاك على اساس مدرسه قرانيه على ما اظن اكملت وتم تسويره، معناتها عملوا له السور اللي يكتمل بالشكل اللي هو موجود عليه حاليا. وتعمل الجامع بالضبط، والناس والى يومنا هذا الناس تكتب صدقات في وسطه. والحق يتقال هو التقاليد نتاع مدينه القيروان انه الصداق يكتب في الجامع، هذا شيء معروف انه يكتب في الجامع وبعد يهزوا العدل الاشهاد ومن معه ليستمع الى العروسه في دربها، لانه بخلاف هذاك ثم شكون اللي يعمل الصداق في سيد الصحبي. ومن جمله التقاليد ثم حتى ناس ما تحبش تعمل الصلاه والحفلات هذه وكل شيء، ولا حتى يعملوا الصلاه هو ما يمشيش. تلقاه بو عنده ولده باش يتزوج، الحفله نتاعه الكبيره في مقام ابو زوع، في مقام ابو زوع البلوي. علاش تتفرش بالزرابي كل ويتحط الحلو والزهر وما لازم، ويستقبل العباد ويقعدهم على فعلك الزرابي. وبتبيع معناها فما رونق آخر في كتابة عقد القران كما في الجامعة تعمل زادة في سيد صاحبي. وزيد الحاجات اللي مولى العرس تقاه هذيك حفلته غادي يفرش الزرابي حتى الزرابي ما تزيش، يزيد يجيب زرابي أخرين ويستقبل العباد بصفة غريبة. حضرت على العديد من العقد القران كيفاش تلقاها اللبسة الساعة الجبايب والواحد يعني هناك نواميس وتقوس لدخول معناتها المقام هذا اللي هي مرتبطة، أصبحت مرتبطة بارتباط معناتها مباشر. ارتباط مباشر بطبيعة الحال، وهذا من الكلمة زاد نحب أقولها أنه فما كانت فما بناك موجودة والناس تقعد عليها على اليمين وعلى اليسار فوق ولا في المدخل في المدخل في لا فما في المدخل في السقيفة اللبنانية وفما في فكر النص الكلوار هذاك اللي وصل للسحن هذوك، فما زاد معنا يقولوا انه كثروا فيهم الفساد. انا نحاول باش ما تكونش متكه تولي متكه غادي وراحه معناتها، انا نقول نحيوا الفساد وخليوا البناء على ذكر الستار خليهم معناتها. يلزمنا ننبه الحاجه في المعمار انه مؤخرا معناتها قبل في 21 في بالي وقع معناتها حفر تحت المقام، يقال انه للبحث عن كنز معناتها لقاوه كذا، فوقع معناتها اعاده معناتها البلاط هذاك اعاده تركيبه معناتها، وتم تجديد معناتها زخرفه القبه اللي يوجد فيها المقام. وهذه ظهر لي ماشي حاله نتاع المقام نتاع بزمعه او مقام سيد عمر عباد اللي فيها لهوه، ونظرا لانه يشغل معناتها مكان معناتها الزوار جي من كل بقعه وهو مزار عالمي. لكن ما ننساوش هناك مقامات اخرى نجم نقولوا اللي هي آيل السقوط، باش ننبهوا نحن خاطر كي نحكيوا على تاريخ مقامات وانه يكون عندنا سته او سبعه ولكن اثنين او ثلاثه منهم هم اللي مازالوا مواصلين القيام بمهمه ثقافيه دينيه، فما اخرين لابد ان ننبهوا عليهم. اظن انه ممكن تعطينا امثله انه فما ربما ننبهوا عليهم، لانه جمعيه صيانه تراث المدينه ولا الوكاله لازم على الاقل نقولوا كلمه باش ينتبهوا لها. هو كلمه حق، جمعيه صيانه المدينه قامت بترميم 60 معلم اثري، مش شويه مهم جدا الرقم 60 معلم اثري يدير بخلاف النسيج العمراني اللي موجود في مدينه القيروان. وحتى قامت بترميم بعض الديار نتاع ناس ما تقدرش باش ترمم ديارها، والستين منهم مقامات معناتها نقولوا نحن مش مهجوره ولكن نقولوا ربما منسيه او بدا يلف النسيان أيه فما أيه معناتها. لكن منذ معناها تقريبا 10 سنوات جمعيه سيدة المدينه ضربت على يديها، ولكن قاد المعهد العالي للتراث، المعهد العالي للتراث لا يستطيع ان يقوم بجميع الاعمال الصيانيه وكل شيء على اساس انه بطبيعه الحال اداره، والاداره فيها مشاكل كبيره، ونعرفوا احنا الروتين الاداري الموجود حتى باش تشري ما نعرفش كيفاش حجره يلزمك تصح على ثلاث اربع من الناس. المشاكل الاداريه يعني الروتين الاداري هي معنات. الوحيده أي. المؤهله لتصون مدينة القيروان وتصون العديد من المقامات. طارق فماش معناتها مقامات او معناتها نقولوا نحن معالم اللي يمكن معناتها نشيروا لها باش يهتموا بها، اللي هي تلاحظها خاطر تدور في القيروان كل يوم
حتى ولو كانت منسيه مثلا من مثل مثلا سيدي بن عيسى مثلا اللي هو الرسول القواسم قريب القبه نتاعو قريب الطير. هذا يلزم لفت النظر ليه حتى لا تتهاوى بقيه معناتها الاثر المعماري. سيدي حسين العلاني اللي رغم اللي تعملت جمعيه اسمها جمعيه سيدي حسين العلاني مؤسس سيدي حسين العلاني وقامت بجمع تبرعات وقامت بتحسينات كبيره برشا. معناتها خوفا من ان يهوي على اصحابه معناتها مع الوقت مع الزمن. خساره زاد معناها معلم اثري كما كيكا هو وجه نتاع مدينة قروان اذا كان معناها مش يتيح ويتداعى للسقوط هذيك خساره كبيره. ولذا هذا نداء باش نوقفوهم على بكري خير علاش خاطر خساره معناها. ذكرتني سي طارق معناتها في انسان دخل بغداد لاول مره كان مش يكري معناتها مكان فهزوا مولا الدار كما نقولوا نحن بورتمان فوق علوي كي تخلى يلقى معناتها كي بات فيها الليل يلقى السقف معناتها بدا يرعش معناتها من فوق لديه من غدوه قالوا يا فلان انت وانت كريت لي هالعلوي هذايا راه السقف قال لي ليه ما عليكش منه لو قاعد يسبح هذاك في الليل فهمتني ولا خسر له هو قال له تعرفش كيفناش نخاف نحن لا نلقاه انس جد من الخشوع يعني بلاك على ما لي فنحن خوف اكثر من تجربه مش يسجد الخشوع فنحن نخاف انه بعض المعالم الاثريه انه في نهار من النهارات نلقاها بدات تتهاوى في شرط بعضها معناتها الواحد تلو الاخر. هو الحق يتقال لازم المعالم الاثريه تستغل بالضبط معناتها احيائها حتى من الناحيه الوظيفيه. فوالا ما انت تعمل اداره تعمل حاجه اللي تصان حتى كل يوم الناس في وسطها حتى نفسر عنده قيمته. بالضبط من ذلك نذكر سيدي بن خوت موجود في باب القلده. شكرا لك عليه سيدي بن خوت. وقت اللي تعمل مندوبيه الثقافه. وقع تجديده معناتها. وقع تجديده ولا تقع ولكن تترك تو تترك ومشى المندوب اللي جاء كرا في مكان اخر. مشى كرا في مكان اخر وهذا يخليه معناتها مغلق وقعد مغلق لا استنفعنا به كجمعيه ثقافيه ولا استنفعت به المندوبيه. هذا خساره كبرى وماذا بينا احنا كل معلم اثري يقع صيانته ويقع استغلاله قد يتسكر ومش عاود يطيح. بالضبط هذا البني يجبد بعضه. وهذا يعني دائما انا اوجهه معناها للسلطات المسؤوله لان تصون خاطر مدينه قروان راهي مدينه عتيقه راهي فيها كنوز كبيره وخيرات معناها كبيره واذا كان نسلموا فيها راهي خسارتها معناها كيما كل حاجه تطيح فيها كاين نقطه. بالضبط هذا اللي حابين نلفتوا له النظر. دكتور عبد الله وانت جايين من السيد الصحبي على ما اظن مباشره قبل ما نخرجوا فاصل شنو نجموا نقولوا معناتها على هذا المقام مش في حد ذاته كمقام معناتها ولا رمزيته دكتور عبد الله. صداقا لقولكم سي معز سي طارق يقول الشاعر الحجر الاسود قبلته بشفتي قلبي وكلي وله لا لاعتقادي انه نافع بل لهيامي بالذي قبله. بالضبط برشا ناس يعتقدوا كونه سيد الصحبي باش ينفع ولا باش يضر ولا باش يدق كما يقولوا هما. أيه. لكن هذه غلطه كبيره. ما ينفع وما يضر كان ربي سبحانه. اكيد تتذكروا وقتها احنا صغار في ليله السيزيام وليله البكالوريا يبيت ستيل والاوراق غادي في المقام تنزل عليهم البركه معناتها دكتور معناتها معتقدات خاطئه هذه الاعتقاد في الله ماهوش في صحيح هو صحابي جليل نحترموه وربي يجعلنا في بركته لكن كل حاجه في طريقها. بالضبط اي نعم. نعم شكرا. نحب قبل ما نخرج فاصل نرحب بالدكتور محمد الحبيب العلاني مدير المعهد العلمي للعلوم الاسلاميه بالقيروان. مرحبا وساعه شريفه. بارك الله فيك على تلبيه الدعوه. اذا قبل العوده والحديث عن الموضوع الثاني نخرج مع سيدي علي الرياحي. صحة شريبتكم صحة شريبتكم كل نهار أربعة من العشرة نص الليل على الحياة فان. صحة شريبتكم. نصل الجزء الثاني إن شاء الله إلى شيخ جليل. خليني نقول معناتها قد ما نخصوا له لن وفيه حقه لكثرة شمائل هذا الشيخ الله يرحمه سيدنا الشيخ عبد الرحمن خليف. بالنسبة لكل القيروانيين أظن أنه مش ممكن باش تذكر هذا الاسم وما يحمله من معالم وما يثيرش ذكرى أو ما يثيرش واقعة أو ما يثيرش إذا كان نحكيه على البعد المعرفي على جانب من تكوين كل قيرواني ومش في القيروان فقط لأن تجربة الشيخ عبد الرحمن خليف الله يرحمه هي مش كان في بلادنا فقط في تونس العاصمة ونذكر معناتها الجامع الزيتونة ولكن تمتد كذلك إلى أكثر من هذا إلى العديد من البلدان في أصقاع العالم. نحب قبل ما نبدأ مع الدكتور عبد الله
خليف نسأل سؤال. سي عبد الله في آخر مقابلة المدير جريدة الوسط مرسل الكبيسي يقول بعد لقاء للشيخ عبد الرحمن خليف: رجل لم تفارقه الابتسامة الجميلة والهادئة التي لم تذهب عن محياه، ورجل لم تزده عمامة التأهيل العلمي العالمي التي حصلها عن الزيتون المعمورة أيام أوج بريقها العلمي إلا وقارا وسكينة قلما تجدهما عند محدثي ومتقدمي المنابر هذا اليوم. هل يمكن نقول لخص هذا الوصف الشيخ عبد الرحمن خليف بالثنايا اللي موجودة في وسطه، لأن كل كلمة منها هي تحيل على جانب من جوانب شخصية شيخنا الشيخ عبد الرحمن خليف؟ بارك الله فيك سي معز، هو خير الكلام ما قل ودل. بالفعل هو أوجز الكثير من الخصائل للوالد رحمه الله، وكل كلمة كما قلت سيادتك أي إنسان كي يتمعن فيها يلقاها بحر، مش على خاطر الوالد متاعي وإنما حياته تشهد بهذا. حبيت نعمله مدخل باش كل كلمة كما قلت ممكن أنه تحيننا على مسيرة شيخنا، وهذا كما ذكرت سيادتك يلخص الشاعر كذلك. أنا ديما نستشهد بالشاعر، يلخص الشاعر يقول: ما مات من زرع الفضائل في الورى، بل عاش عمرا ثانيا تحت الثرى، فالذكر يحيي ميتا ولربما مات الذي ما زال يسمع أو يرى. الله. نعم. يعني بلغة أخرى الإنسان إنما الإنسان أثر بعده، وهذه معناته من بين الحاجات اللي كيف تبين أنه أثر بعده، فما بصمة ولا ما فماش؟ مش أنا باش نقول فما ولا فماش، التاريخ و كله يشهد، الكل يشهد بهذا الشيء هذايا. أكيد أي هو كان رجل ديني وسياسي ودبلوماسي و يعني اتجاهات متعدة عنده. يقول قائل هنا: زواتنا تبارك الله برشا في الجمهورية، برشا زواتنا، لكن شبيه هو الوحيد اللي برز؟ علاش؟ هو كان من بين الناس المتفوقين واللي افرض روحه وافرض الوجود نتاعو. لا سامحني دكتور، باش من معناتها ما نتعديوش مع الكرام، من شيخنا تحصل على جميع الدرجات العلميه من تقريبا من 34 الى سنه 44، يعني 10 سنوات في الزيتونه قضاها على ذكر انت اللي قلت فما هناك الكثير من المشايخ، ولكن هناك جهد اللي بده يتميز به، فمش يكون كيف غيره. سامحني على المقاطعه. كان يقول لي رحمه الله، رحمه الله، اش كان يقول لي؟ يقول لي وقت اللي باش نعديو الامتحان، لجنة ثلاثة أربعة شيوخ الله أعلم قداش، ويدخل الطالب أو التلميذ يدخل ومعاه الكرارس متاع المواد اللي بش يعديهم، أربعة خمسة ستة كرارس، التلامذة أو الطالب الكل شي يعملوا، المادة صعيبة يحطها الكراسة من اللوطة. قال لي: أنا أصعب مادة نحطها من فوق. معناتها نبداو من الأول، معناتها أصعب مادة اللي يخافوا منها الطلبة والتلامذة يحطها من فوق، ويجبدوا له هو أصعب مادة وينجح فيها، والحمد لله. والحمد لله. كان متميز وكان عصامي في تكوينه كذلك، تعلم الإنجليزية وحده، تعلم الفرنسية وحده، ما قراها له حتى حد. يقول لي: كي نلقى ورقة ملوحة في الشارع نهز نقراها، نلقى لافتة معلقة في الحيط نبقى نتأمل فيها باش نقراها ونتعلمها. كما قلت لك، ما يحبش يضيع حتى لحظة من عمره هباء منثورة، يلزمه يتعلم. يعني حياته كانت والحمد لله للدنيا وللدين، زوج مع ما بيناتهم، وكما نعرفوا اللي حاجته بالآخرة عليه بالقرآن، واللي حاجته بالدنيا عليه بالقرآن، والحمد لله في كلتا الحالتين. أي نعم. أي نعم. دكتور الحبيب، هل إنه هذا ما يميز من شخصية على حسب الإضافة اللي قاله الدكتور عبد الله، هل إنه هذا ما يميز نقاط القوة هي ثارة شخصية الشيخ عبد الرحمن خليف؟ شكرا أستاذ معز، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رحب بضيوفك الكرام، بمستمعي إذاعة الحياة. إذن الحديث عن شخصية الشيخ عبد الرحمن خليف كما قيل يعني حديث ذو شجون، باعتبار أنه هذه الشخصية متعددة الأبعاد، وكذلك هي شخصية مؤثرة في بيئتها، ولها رمزية ولها أيضا أبعاد، إن صح التعبير، يعني أبعاد فكرية وثقافية ودينية، وهذا بالطبع هو الذي يشدنا إلى هذه الشخصية المتميزة بخصالها وبمؤهلاتها. بالطبع هو النظر متاع الباحثين يختلف على بقية الناس أكيد،
لأن دائما نحن حين ندرس يعني ربما نعم يعني الجانب اللي خلينا نحن ننظر بأكثر عمق وشمولية هو أننا لا يمكن أن ندرس أي شخصية علمية أو تاريخية بمعزل عن السياق التاريخي الذي يعني نشأت فيه. والذي الدكتور عبد الله يعني ذكر أنه الشيخ يعني كان عنده ميزة رغم كثرة الزيتونيين، ولكن هو لماذا يعني السؤال لماذا هو الذي برز من بينهم؟ بالضبط هذا نحب نحط عليه أصبعنا، الامتياز والتميز يعني. نعم يعني هو تقريبا يعني احنا حين نقول انه من مدرسة معينة يعني لابد ان نركز على المرجعية، يعني قصدي في بالنسبة للتكوين كلهم يعني هم خرجوا وتخرجوا من مدرسة ذات مرجعية، وهنا يعني ثم شكون يبلور المرجعية في الواقع ويبرزها ويكون فاهم خصائصها، وثم من يمر مر الكرام. يعني بالتالي حين نتحدث عن الشيخ عبد الرحمن خليف رحمه الله يعني هو ينتمي إلى مدرسة يعني عمرها أكثر من 1000 سنة، 1300 سنة. هذه المدرسة هي مدرسة الجمع بين العقل والنقل، يعني مع تأسيس القيروان تقريبا يعني بالضبط. يعني حين نتحدث عن جامع الزيتونة، جامع الزيتونة يعني 114 للهجرة يعني فهو من أقدم الجامعات، يعني حين يصنف في التاريخ يعني من أقدم والأول يعني في الجامعات العالمية. وبالتالي حين ننظر في مسار العلماء الذين تخرجوا لا يمكن أن نغفل عن ابن عرفة وابن خلدون وابن ناجي و يعني فترات الأولى الأعلام الأول الذين أسسوا المدرسة الفقهية مثل سحنون وأسد بن فرات، ثم عبد الله بن أبي زيد وأبو الحسن القابوسي. وبالتالي هناك مسار علمي وتاريخي لابد أن نتأمل في هذا المسار. ثم الزيتونة حين نتحدث أيضا نتحدث عن الشيخ أيضا محمد طاهر بن عاشور والشيخ محمد فاضل بن عاشور والشيخ النخلي أيضا وعلماء أخر كان لهم أيضا أثر وبصمة في تاريخ الفكر الإسلامي في بلادنا. إذن الشيخ عبد الرحمن هو يأتي في هذا السياق العلمي والتاريخي، لا يمكن أن نغفل هذا الجانب. ثم كذلك المؤثرات التي تأثرت بها البيئة القيروانية، يعني في فترة الشيخ عبد الرحمن يعني المرجعية ضربت الدينية، مهم جدا، الهوية الثقافية الهوية الفكرية. فبالطبع هناك يعني من سنوات الستين سبعين، نعم فترة الستينات فترة يعني السبعينات ما يقابل وقتها ما يسمى ببناء الدولة الحديثة معنا. نعم يعني كانت هي تريد أن نقول يعني أنها ربما الجانب الديني ما كانش من المكونات متاع المشروع متاع الدولة الحديثة، يعني عنده رؤية معينة لابد أن يتحيز في حيز معين وفي حيز ضيق. ما أظن دكتور في الفترة ذيك غلق جامع الزيتون أظن، نعم أو نعم تغيير يعني مناهجه، تغيير مناهجه. وكما تعلمون يعني الجامعة يعني أخذت منحة آخر في التجديد والتحديث، ولكن كان زاد أيضا على حساب يعني المكون الديني للثقافة التونسية. بالطبع هناك ردود أفعال كثيرة، يعني حين نتحدث مثلا عن الشيخ محمد عبده حين زار تونس 1905 وتأثر به الشيخ محمد طاهر بن عاشور، يعني هناك مدرسة فكرية كاملة. كان الشيخ النخلي أيضا يعتبر من هؤلاء، والشيخ عبد الرحمن هو بعد هذا الجيل بقليل. وأكيد أن هناك مساران كان في جامع الزيتونة، مسار يدعو إلى الإصلاح الداخلي وكتاب إعادة الهيكلة والإصلاح النقد الذاتي، ومسار آخر كان أيضا موجود في جامع الزيتونة لم يكن بنفس الدرجة من الانفتاح على الجديد، محافظ تقريبا، نعم موصلت ما هو موجود. يعني اللي يلفت في شخصية الشيخ عبد الرحمن رحمه الله هو تلك الجرأة والشجاعة وتلك الشخصية المتكاملة والألمعية، يعني وسرعة البديهة والذكاء الوقاد. وكذلك يعني كان أيضا يعتبر معناتها من الدعاة ومن الذين أحيوا الخطاب الديني ونفضوا عنه تلك ذلك التكلس الذي عرف في تلك الفترة. يعني ما ننكروش أنه في فترات معينة المرجعية الزيتونية اكتفت بالشروح والحواشي وبشرح الشرح وما إلى ذلك، وهذا جمد يعني حتى الرؤية المتكاملة للمشروع
الإصلاحي والإسلامي عموما. واللي على إثره هو ما أنت ثم ثلة منهم الشيخ عبد الرحمن خليل ما أنت بما يسمى التجديد. نعم إذا هو من دعاة يعني من التجديد في تلك الفترة، وإن كان لم يصرح يعني في كتابات ربما فكرية تدل على مشروع متكامل، ولكن كان هو أيضا ينتقي نعم، وهذا يحتاج إلى دراسات وإلى أيام دراسية ربما تعقد في هذا الجانب حتى لا نغفل يعني هذا الجانب المضي من يعني فكر الشيخ ومن الانتماء إلى المرجعية. إذن فالمرجعية سنية مالكية أشعرية، وكذلك هي تتبنى أيضا الجانب الروحي في تزكية النفس وما إلى ذلك، ولكن هي أيضا منفتحة على الأحداث ومنفتحة على العصر ومنفتحة أيضا على ربما كل التقلبات والأحداث التي ليست في مسار الإيجابي للفكر الإسلامي. إذن هناك فعل ورد فعل. بارك الله فيك سيدي حبيبي. علاش اخترت المدخل اللي معناتها رسم إنشائنا ملامح الشيخ عبد الرحمن الخليف؟ حبيت ندغدغ معناتها فما جوانب أخرى ربما اللي حكيت عليه أنت وحكى عليه الدكتور عبد الله هو من الجوانب معناتها المهمة واللي هي معروفة، لكن فما جوانب أخرى ربما تقع عليها مش من بينها دكتور عبد الله. أنه الشيخ كان يقول إنشائنا وينظم الشعر، واني شعر انتباهي وقت اللي انت بديت مرتين في مناسبتين مع انت تبدلنا بأبيات شعرية، مع انت هل يعتبر هذا الجانب اللي مش معروف برش على الشيخ انه ينظم الشعر وفي اغراض معينة؟ قبل هذا سمحني بعد اذنكم ايه تفضل. مصداقا القول سيدي الحبيب ايوه. الجامعة الزيتونة كان شهدد هو الكفة رمانة الميزان بالضبط، كان شهد الميزان مش كان في تونس بركة، مش كان في الجمهورية فقط، كان في شمال إفريقيا. المذهب المالكي كان الاعتدال الكل بجامعة الزيتونة، وقت اللي السلطة عملت اللي ما نجمش يعملوا المستعمر، فرنسا ما نجمتش تسكر جامعة الزيتونة. وقت اللي السلطة سكرت جامعة الزيتونة بعد الاستقلال، وقتها بدأ التطرف من الشيرتين 57 على ما أظن 57 بالضبط بدأ التطرف بدأ المسار هذا من الشيرتين والاعتدال. وهنا تو قاعدين نقاسموا فيه مهم جدا اللي شرع لأنه التطرف مش جهة، معناتها الخطاب نتاعك متوازن أنه معناتها مهمة الإشارة أنه من جهتين مش كيف ما هي متداول أنه يمشيوا ديما في جهة واحدة، التطرف بدأ من جهتين لأنه كفر وإلحاد ضيعنا وتزمت وتشدد وتطرف بالضبط. وهذا اللي أشار له الدكتور حبيب شكون اللي كان شدد الكفة هو جامعة الزيتونة بالضبط. الشيخ عبد الرحمن الخليف كان مغروم ياسر بالشعر، وكان يكتب الشعر ويرد حتى في بعض المناسبات نشر دكتور والله كان في شكل مناسبات ما انت حب يعمل ديوان لكن الأجل وفاء يسبق إنعم عنده العديد من القصائد، وأذكر منها قصيدة كاملة على التدخين سي طارق اللي هي حاجة ما تهمناش نحن دكتور عبد الله لأنه ما فهمش كل نعم أنا ديما أقول لكم أقضي عليه قبل ما يقضي عليه هذه بالمناسبة سي طارق أو كالكلام إياك أعني صحيح الله يفرح. ومن الشعر ما كيفاش يقول هو مش ما قتل حكمة، ومن الشعر إلى حكمة. نعم بخلاف هذايا ثم نقطة أخرى البعض من الناس يعرفوها كونه كان صاحب نكتة الشيخ عبد الرحمن الخليف والدعاء نعم ويجيبها في بلاصتها وما يجرح حتى حد بالضبط ما يجرح حتى حد. نتفكر مرة أكيد المواضيع هذه تو بدأت تنقص الرضاعة، سؤال متاع الرضاعة هاو فلان رضاعة مع بنت جارتهم هم مش نذكروا دكتور عبد الرحمن الخليف بالتحديد اللي هي كانت تقريبا من عشان انت على المثال اللي مش تذكر من اختها ولا انه الشيخ كانت عنده ليله اظن ليله الخميس او ان لم تكن ذاكر الاسئله اللي انت قلت معناتها سؤال على الرضاعه. هذوما زوز مراه والراجل جاوا من الريف يدقوا في الباب خارج باش يحللهم هو ويسمع فيهم زوز هكا يتناقشوا بصوت مرتفع وعاد الراجل يشكر ويقول يقول لها المراه الشيخ هذاك انسان عنده هيبه وعنده وقار ويعرف وكذا، وهي تقول له هاي نمشي لبلاصه اخرى ودرا شنو. المهم حل الباب اي قال له مشكون رضاع شكون قال له قلت لك شي راهو لي ولي صالح عنده كثير من المواقف كما هكا. موقف اخر كذلك يدل على الذكاء نتاعو في البروتوكولات كيفاش يصير وقت اللي يجيو ضيوف
لمسؤول كبير الوالي نتاع البلاد شي مثل يمثل رئيس الدولة يعني بالضبط به ونائبه. جاء وفد إيراني يزور في القيروان هذا في أواخر الثمانينات يعني بعد عهد بورقيبة. الوفد هذا تخلى الولاية قاعدوا في قاعة التشريفات من البروتوكولات يلزم السيد الوالي هو يستقبل ويأخذ الكلمة هو الأول، لكن سبق الشيخ عبد الرحمن خليف واخذ الكلمة وبدأ يمجد في القيروان والعلاقات بين تونس وبلاد فرس وكيفاش وقع فتح بلاد فرس والإسلام كيفاش ينتشر وهكذا، وفي وسط الكلمة متاعه يخزر لك الوالي من الغادي كيفاش وجهه حمار إزراق كيفاش يأخذ الكلمة في بلاصتي. ثم وقت اللي جابش يكمل الحديث متاعه قال لهم روى تونس بلاد إسلامية عريقة وتعتني بالإسلام وبالشيوخ وبالعلماء، ومن بين الميزة الخاصة اللي تعتني بها السلطة والدولة متاعنا بالعلماء متاعها كونه السيد الوالي بجلني على روحه واعطاني الكلمة أنا قبله هو صبيت عليه اسطل صبيت عليه اسطل بوهت الذي شكون ينجمها هذه بالضبط هو قاضي للموقف كان ينجم يصير له إشكال بالضبط أي نعم ومن غير جرحان كما كان أنت يقول ما تعرفش من يخرج من الموقف اللي هي مواقف بالحق متعدد. يعني نحب قبل ما نتعدى للمحور الثاني معناتها أن نعطي معناتها بعض الأبيات للشيخ عبد الرحمن خليف الله يرحمه في قصيدة البعض منها اسمها ومضات من الكتاب العزيز. فاليوم تجزون فيها كل ما اكتسبت في الأرض أيديكما عدا وحسبانا، هذا وقد أرسل الرحمن خاتمهم محمدا رحمة عظمى وإحسانا. تبين الخلق في أضواء حكمته كنها الوجود فدانوا بالذي بانا، وأنصتوا لكتاب الله يوقظهم من غفلة الفكر أجيالا وأزمانا. الكائنات بصنع الله قد برزت وسوف تفنى وتلقى الله خضعانا، ما من إله سوى الله الذي ظهرت آيات قدرته في الكون إعلانا. ملك السماوات لله العظيم وملك الأرض حقا على عزا وسلطانا. الله يرحم الشيخ. نستمع إلى هذه المقتطفات الأولى من بعض خطب الشيخ ثم نعود للمحور الثاني. الحمد لله. صحة شلي بيتكم، صحة شلي بيتكم كل نهار أربعة من العشرة نص الليل على الحياة فان. صحة شلي بيتكم. اخترت باش نبدأ معناتها في المحور الثاني هذا الاستهلال في الخطبة، لكن قبل الاستهلال نحب نحكي على لأني أعتبر حسب رأيي المتواضع أن من نقاط القوة ليست نقطة القوة الوحيدة للشيخ عبد الرحمن خليف هي التركيز على الخطبة سواء كان من ناحية الأعداد أو الموضوع أو المشتغر به من بين أشياء أخرى ديما نقول لأنه شيخ عبد الرحمن خليف شخصيته ثرية وواسعة. نحب نذكر قبل ما تجاوبني في كتابه كيف تكون خطيبا شيقول لأنه عنده هوس من منزلة الخطبة ودورها في ظل التغيرات اللي وقعت في الحياة، وهو ربما شيخنا الله يرحمه لو كان خلط على تو مش يزيد يكمل لهم وسائل التواصل الاجتماعي لأنه وقتها في وقتها في الصفحة 7 لهنا يحكي على الإذاعات والتلفزة وما تبثه معناتها والجرائد وغيره اللي بديت معناتها تقو في حيز في من مشاغل الناس ولم تعد الخطبة متاع الجمعة هي المركز الرئيسي. فاش يقول ما عسى أن يكون لهذا الصوت نحكيه لهنا صوت إمام الجمعة من قوة لإنقاذ الغرق في محيط من المؤثرات الغامرة والتيارات الخداعة الماكرة، وهل تضيء الشموع أفاق الحيارة في ليل حالك الظلام. يعني هو يكتب الكتاب هذا حتى نصوره هو مشغل معناتها كبير بالنسبة له كيف يمكن أن نعيد مكانة خطبة الجمعة ولعب دورها. شكرا سي معز. هو ديما كان يندد بال التجرؤ على المنابر بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام، فاش يقول؟ يقول كونه عندنا معاهد متاع رقص، عندنا معاهد متاع فنون جميلة، عندنا معاهد متاع رياضة بصفة عامة. أنا لست ضد هذايا الرياضة ولا الفنون وغيرها، لكن ما عندناش معاهد لتخريج الخطباء. ساعة
سامحني مع كامل احتراماتي، معلم متقاعد يحطوه خطيب جمعة، موظف متقاعد يحطوه خطيب جمعة، ماك تعرف تقرأ وكهو تربية إسلامية على ما أظن بعد ما في مرحلة متأخرة على ما أظن. وزيد حتى اللي ما هوش موظف وما عندوش شهرية، إشنية الشهرية متاعه ما يقرب من 120 ولا 150 ما عرفش، وبعد يحسبوه باش يزمك تلبس لباس تقليدي اللي هو بيتكلف كيت وكيت، ما يهمش هدايا. في وقت البيات شهرية الإمام تاع الجمعة شهرية وزير، شهرية إمام الجمعة شهرية وزير. علاش؟ على خاطر هذاك اللي بش يقود الأمة، هذاك اللي بش يشد زمام الأمور، بش يشد الوسطية والاعتدال، وفيها إمام بدوره زي ده دكتور، مع أنت ظاهر اللي كانت عنده كلمته أي بالضبط. أي نعم، في الخطبة متاعه الله يرحمه كان عنده كرارس يكتبهم، مازالوا موجودين لتوا، يكتب رؤوس أقلام بعض الآيات ويبدأ في البيت متاعه يمشي ويجي ويحفظ، يبدأ يمشي ويجي على سقي بطبيعة ويحفظ في البيت متاعه. يعني سمحني دكتور، هنا الإعداد ثم الإعداد ثم يرتجل الإعداد. يرتجل مش بالنسبة يعني... في الدار قلت معنا الكراس دونك الإعداد على الأقل الخطوط العريضة بمعنى بالضبط. مش ويعمل 52 خطبة متاع عام كامل بالضبط. وكل عام يبدأ عاود فك الخطب هذيك، عاود هو في بعض المرات بعض الخطب في مناسبات بالضبط. إنعم وهو كذلك، ولكن قليلة ياسر الإعادة هذه. كان ديما يركز على الخطابة، والدليل على هذا سيادتكم كيف ذكرتوا على الكتاب هذا كيف تكون خطيبا ممتع جدا الكتاب، ومختصر في الفائدة الكل معناتها دون معناتها هوامش وتضيع وقت نقولوا نعم بالفعل. يعني رأسا يذهب إلى المقومات الأساسية لخطبة الجمعة بالأساس. مصداقا لقولكم أنا بيدي أني حضرت معايا الكتاب هذايا، هو من آخر مؤلفات الشيخ عبد الرحمن الخليف، وهو تنوير المسالك لأداء المناسك. تنوير المسالك لأداء المناسك، الكتاب هذايا مناسك الحج، مناسك الحج هو يتكون من ثلاثة أجزاء، ماهوش كما الكتب الحج العاديين. كتب الحج العاديين يعطيك المناسك الطواف وعرفات يعني المنصوص عليها بالضبط، مذهب كذا ولا مذهب كذا وهكذا. لكن الكتاب هذا هو فيه المناسك على المذاهب الأربعة، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني تاريخ بناء الشعائر، تاريخ بناء 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 الأماكن المقدسة، المقدسة بالضبط، مكة وقتاش تبنات، المدينة حتى الأواخر حتى سنوات 2000، بداية سنوات 2000. والجزء الثالث والأخير الدين متاعنا إحنا دين إسلامي، ما هوش دين وثني. شو معناتها في الحج تشد حجرة وتبدأ ترمي؟ قال شو ترجم في الشيطان؟ إحنا وثنيين. شو تشد حجرة وتبوسها؟ قال شنو حجر أسود وتتبرك به؟ شنو بيت مبنية بحجرات وتطوف بها وتطوف بها؟ إحنا وثنيين. ولا تطلع فوق جبل ملا حجر، ما نشنا وثنيين. الحكمة من وراء هذا الكل، لكن اللي حبيت نوصله من وراء هذايا في المقدمة متاع الكتاب هذايا، هو اللي كان عائق باش ما يتطبعش الكتاب هذايا، باش ما يعطيهوش التأشيرة متاع بيعان الكتاب هذايا. شنو ذكر في المقدمة؟ قال كونوا بعض بإيجاز بعض المرشدين الدينيين وقت اللي يمشيه في الحج يسألوهم الناس الحجاج، يا سي فلان بالله ما يسالش نصلي لهنا ولا في الوتيل؟ ما يسالش أينما تولوا فثم وجه الله وأينما وقع نفع بالضبط. وساعات يحكم ويفتي الدليل، معناته الدليل للمصاحب اللي يفتي أي الدليل ولا المرشد ولا اللي هو وساعات يفتي بفتوات اللي هي تبطل الحج جملة واحدة، ولهذا يلزم نعاودوا نأطروهم. السورة قال لك لا، شو معناته تقدح في المرشدين متاعنا اللي نبعثوا فيهم؟ نحيك الأسطر هذيك، هتا وقتها أن نوافقوا لك على التأشيرة. نقرأ لك بعض الأسطر للتذكير بأن المرشدين من يتمتعون بين ظفرين، يتمتعون بمستوى عجيب من الجهل الفاضح، ذلك أن من يريد من الحجاج أداء الصلاة في المسجد الحرام يقولون له صلي هنا في الفندق، فإن الصلاة هنا أو هناك سواء لأنك في مكة. ومن العجيب أن هذه بين ظفرين النصيحة الإرشادية مخالفة لما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وقبل هذا يقول التنبيه على أن بعض المرشدين في الحج هم في منتهى الجهالة، فيفتون الناس بما تسور لهم أهواؤهم ولا يعبؤون بمسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى. وتحبوا تطبع دكتور أنت تقول لا من بعد وافقوا عليه تغير مشكلة صعوبات معناتها من اللون. هو مشكلته مش كان في الخطبة كما طرحت سيادتك أنت السؤال من اللول،
يعني كان همه الدعوة، كيفاش تبلغ الدعوة، كيفاش توصل، سواء عن طريق الخطبة ولا عن طريق إرشاد في الحج ولا عن طريق دليل في أي مكان. إيه من حبيت نبين دكتور على أساس أنه يحمل همها لأن يعتبرها من معناتها نبراس أول يقود معناتها نحو وسائل أخرى. هذا في إطار ذكرت خطبة الجمعة دكتور. سيادتك أثرت نقطة مهمة، هو أول من بدأ الدعوة بوسائل الإعلام الحديثة بضبط. مسلسل ديني بضبط. السلام عليكم، الحل بين يديك، الحج، الله يرحمه سيدي في زيني، وكذلك مناسك الحج، مشى حتى الغادي في الحج وعمل فيلم أو مسلسل على أداء مناسك الحج على المذاهب الأربعة. هو كان أول من بادر في الدعوة بالطريقة الإعلامية الحديثة، وهو مهم جدا يعني في إطار المواكبة، وإنه الشيخ معناته ما يقعدش حد وحد ما وريثه، هو إنما يحاول التطوير والتجديد اللي أشار له سيدي الحبيب. سيدي الحبيب تفضل. أنا مذهبية تعقيب على كلمة قلتها بكري، ومذهبية ناخو يعني استغل الكلمة هذيك باش نسأل الدكتور الحبيب سؤال، هو أقدر واحد في المجلس هذا ينجم يجاوب عليه. هل كان الشيخ عبد الرحمن خليفة الله يرحمه إماما ويفتي، وكان يفتي وعنده جلسة للإفتاء، هل كان إماما فضل لكن مش قريب القلب، رقيق القلب ربما، هل كان إماما فضل؟ بعض الردود نتاعه أحيانا يبدو فيها بعض الفظاظة، أم أنه هذيك مش فظاظة، هي في الظاهر فظاظة ولكنها في الأصل هي نوع من التشدد في أحكام الشريعة وفي حسب رأيك سيدي. السؤال نتاعك يعني تقصد الفتاوى اللي افتى بها ولا لا الردود؟ هي لا مش فتاوى، اكيد الفتاوى الجانب العلمي ما ندخلش، اظن الردود على التساؤلات، ردود على التساؤلات احيانا وهو الاصح ربما غاضب، معناها احيانا غاضب في اغلب الردود. والله مراش انا معناتها اذا كان نتبعوا معناتها الدروس نتاع الشيخ ولا اللهم يكون سؤال معناتها ماهوش مقبول ولا سؤال يعني بديهي، وربما صاحب عنده خلفيات أخرى. اخرى او فيه مقاصد عنده خلفيات اخرى ربما بالضبط. يفهم هو معناتها رحمه الله شنو ولا وراء السؤال معناتها بعد اذنك كان تفضل. هو كان لا يغضب الا في الحق فق بالضبط، وانا جاي له ان شاء الله. لكن سامحني ثم بعض الاسئله من بعض اشخاص اللي هو هذاك حد عقله، اسئله نتاع سامحوني في الكلمه نتاع بلاده وركاكه، لين يولي يتنرفز هو يتغشى تايا ويقول لي هات باختصار. مثلا يقول له أسيدي البارح ركبنا في الكاتكات وقتها المطر باش تصب، واحد يعطيني سؤالك نهار السوق راه وقتها احنا ماشيين وقفنا الحرس، يعطيني سؤالك شنو تحبوا ما يتغشش ماله؟ عنده وقت، عنده وقت بعدك انت، فما شكون يستنى باش تاخذ وقت غيرك، يلزم يتغشش هكا وينفعل. الله غالب قد ما يوسع باله، واذا كان شبقه تسرح معاه والله ربع ساعه يبدا يحكي معاك كالسائل هذاك وما توصلش وما توفاش معاه. نعم سيدي الحبيب، خلينا نرجع يعني لان استخلنا بالمقتطفات نتاع الخطب، على ما اظن علميا تسمى الاستهلال لما يكون خاطئ دكتور. بالنسبه سيدي الحبيب الاستهلال هذا نفس الشيء المرجع يقول الشيخ معناته عبد الرحمن خليفة رحمه الله، ثم إن أهل هذا الشأن كثيرا ما استحسنوا أن تقع الإشارة في مستهل الخطبة إلى الموضوع الذي سيتناوله الخطيب، وذلك في أذون التحميد أو الثناء على الله أو تمجيده أو التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في أثناء ذلك كله، وسموا هذه الإشارة براعة الاستهلال، وما استحسنوها إلا من أجل أن يتهيأ السامعون إلى تلقي الموضوع. هل كانت لدى الشيخ، وهذه مش شهادتي يعني، هل كانت لدى الشيخ معناتها خلينا نجم نقول هناك براعة الاستهلال؟ هذا أمر معين استنكارية يعني راني لأني مغرم بها. هو راه نقطة مهمة يعني تعريض على اللي قال الدكتور عبد الله، التكوين بتاع الشيخ رحمه الله في الجانب الأدبي لا يقل عنه في الجانب الشرعي، وهذا يرجع طبعا للتكوين الزيتوني يعني. هما كانوا من كتاب الأغاني يعني كانوا يدرسوه، كانوا يدرسوا كتب النحو الكل تقريبا الألفية وشروحها وتعليقاتها، كانت عندهم يعني كتب الأدب لا تقل يعني في العناية عن كتب العلوم الشرعية، وبالطبع يعني عناية كبيرة باللغة العربية، هو العناية باللغة العربية باعتبار أنها جزء ماهية القرآن الكريم والتعمق في اللغة العربية، ما هوش فقط يعني دراسة سطحية. وهذا بالطبع يحيلنا على قدرة الشيخ رحمه الله على نظم الشعر،
ثم هو يستعمل لغة عربية فصيحة ولكن السهل الممتنع يعني، وتنفذ إلى القلوب بأسلوب يعني شيق فيه التشويق، فيه معناتها طرح الأسئلة، فيه معناتها الاستكناه يعني نفسية المتلقي والمتقبل، ومحاولة أنه يقدم يعني لكل تقريبا الفئات الزاد الذي يحتاجونها. وهذا هو الصعب والسهل، يعني سهل وصعب في نفس الوقت. هو صعب باعتبار أن من لا يمتلك آليات التبليغ سواء اللغة أو الوسائل متاع البيداغوجية لا يقدر أن يحقق المقاصد متاع الخطبة الجمعية. ونحن نلاحظ بيكونش السر في بدايتها، نقولوا نحن في استهلالها. نعم يعني استهلال، براعة الاستهلال هي من الشروط التي يراها أهل الاختصاص ضرورية للوصول بالمستمع إلى المقاصد العليا للخطاب أو الخطبة التي سيقدمها يوم جمعة ولا في جلسة ولا في درس أو ما إلى ذلك. وهذا بالطبع يحتاج إلى مقدرة أو عدة مؤهلات، أنا أقول عدة مؤهلات، منها امتلاك ناصية اللغة، ومنها أيضا الجانب البيداغوجي ومراعاة نفسية المخاطب والقدرة على التواصل مع خطبة الجمعة هي طرف واحد باث ومتلقين، بالتالي ما فيهاش درس التفاعلي، يعني هو خطاب أفقي ويقدم خلال الخطيب أهم ما يمكن أن يخرج به يعني المسلم في يوم الجمعة من إعادة شحذ إيمانه وإشعاره وربما توعيته بما يدور حوله في واقعه. وهذا نلمسه يعني بعمق في الخطب التي ألقاها الشيخ عبد الرحمن في جامع عقل. إذن هو كان هاجسه أن يقدم بديل على مستوى التكوين، وهذا لاحظوا يعني حبيت نعرج النقطة هذه مهمة جدا. هو عنده الانفتاح على الوسائل الحديثة في الدعوة، ثم كذلك المشروع متاع دار القرآن، يعني هو مشروع متفرد يعني على مستوى القطر التونسي. أول دار قرآن هي في القيروان، يعني كان مشروع هذا في الثمانينات وانطلق يعني تقريبا في منتصف الثمانينات بأن أصبحت القيروان قبلة، يعني هو إعادة الاعتبار لهذه المدينة التي هضم حقها بترسيخ مؤسسات. بالطبع ترسيخ معناتها ولو عن طريق جمعية، ولكن أصبحت اليوم عادة وتقليد قيرواني هو أنه يحفظ القرآن في دار القرآن الأفارقة وحتى غيرهم يعني تونسيين، وكذلك تلقى فيها الدروس. وهذا التكوين بالطبع هو طمح إلى سقف عالي، وربما التجربة هذه تحتاج إلى إعادة نظر وتقييم. شكرا سي الحبيب، رحم الله شيخنا معناته وجزاه عنا كل خير. قبل معناته ما نخرج نرجع للمحور الثالث، نقول يا رب معالي الحجار. صحة شريف بيتكم، صحة شريف بيتكم، كل نهار أربعة من العشرة نص الليل على الحياة فان. صحة شريف بيتكم. الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان الناس يتوقعون أن البرنامج الذي أعده المنظمون للاحتفال في تلكم الليلة سيتعلق بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، بحياته، بأخلاقه، بدعوته إلى الله، بنفوذ دعوته وانتشارها في أرجاء الدنيا، بحال أتباعه في العالم المنبثين في مختلف القارات، بتأسيسه لدولة كان لها شأن عظيم في تاريخ البشرية بأكمله. هكذا كان الناس يتوقعون، حيث إنهم ابتهجوا بعناية التلفزة بشخصية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كل ذلك لم يحدث، لم يحدث أبدا. فكان حال المنظمين
للحفل الذي قدمته التلفزة لا يخلو من واحد من أمور ثلاثة: إما أن المنظمين لذلك الاحتفال يجهلون كل القيم التي تتجسم في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، والتي كان المفروض أن تعرض على المسلمين لتذكيرهم بقيم نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة الحسنة ليقتدي بها أتباعه فيها، فلم يحدث هذا. هذا الأمر الأول. وربما وهو الأمر الثاني، كانوا يعرفون هذه القيم العالية التي لا توجد في مخلوق أبدا من بني آدم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم رغم معرفتهم لها، إذا فرضنا أنهم يعرفونها، تجاهلوها واستخفوا بها فلم يقدموا شيئا من ذلك. الأمر الثالث هو أنهم يعتبرون شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرد من سائر بني آدم لا يمتاز عليهم بشيء. والمعروف أن من يحتفل بعيد ميلاده الشخصي قد يكون ذلك مقتصرا على الرقص كما قدمت التلفزة في تلكم الليلة، أو يتناول التصفيق المنسجم مع الأغاني المبتذلة، ولو أنهم يسمونها أغاني دينية كما قدمت التلفزة، أو أنه يحتفل بذكرى مولده الشخصي بالأغاني، خصوصا أن التلفزة راعت في تلك الليلة ألا تحرم الجماهير من الأغاني، لأن انتظار الناس للأغاني المعروضة في التلفزة قد طال انتظارهم إليها، والصبر على عدم سماعها يثقل عليهم، فلذلك لم تحرمهم في تلك الليلة. هذا الذي كان الناس ينتظرونه في تلك الليلة لا أبدا. دكتور عبد الله، اخترنا أن ندخل معناتها في الجزء الأخير الخاص بشيخنا عبد الرحمن خليف من خلال هذا الموقف، وفي معناتها ارتباط وثيق بأن نقول الشيخ عبد الرحمن خليف لا يخشى في الله لومة لائم بقطع النظر على المواقف كبرت أو صغرت. وهذا المثال هو نموذج على أن الشيخ نقولها نحن بالدرجة وقت اللي يراه فما أعوج ولا غيره فما يسكتش ويلمح، كما قلت أنت ربما في أوقات كثيرة دون أن يجرح، ولكنه يغضب لممارسات قد تسيء إلى الأخلاقيات. وهذا نذكره اللي هو موجه معناته إلى مؤسسة في تلك الفترة، مؤسسة الإذاعة والتلفزة وما أدراك. فهذا المدخل حبيت نذكر من خلاله أو تذكرنا إن كان هناك مواقف للشيخ عبد الرحمن خليف وهي كثيرة على حسب علمي. مش نذكر لك أكبر وأعظم موقف صار له في حياته، وقبل هذا يتتم للكلمة اللي كان يقول فيها توا، ديما يقول هو في الخطب متاعه وفي الدروس متاعه اللي مازال أكثر، معناته كان حضر المدة هذه في المولد متاعنا إحنا اللي قاعد يصير وراء السمعة متاع جامع الكبير اللي هو مكان مقدس. شي يقول المولى سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. شنو هو المكاء؟ مش البكاء، المكاء هو التصفير، يحطوا يديهم هكا في فمهم ويبدأوا يصفروا. التصدية هو التصفيق، هذا قاعد يصير توا، قاعد يصير توا في في جامع الكبير، بعد جامع الكبير وفي وسط الجامع ربما يرى صار هذا قاعد يصير توا ولا لا؟ هذاك علاش هو كان ديما يسكر نهار المولد، يسكر الجامع باش ما يصيرش هالعفس هذا للقداسة، ما عادش عنده حرمة الجامع. أكبر موقف صار له في حياته هو في ديسمبر عام 60، وقت اللي جات شركة إسبانية تحب تصور فيلم في جامع عقبة، لص بغداد معناتها ستيف ريفز، وانتهك المسجد والقداسة نتاع المسجد، وصار فيه العديد من المناكر
منها السفور متاع النساء وشرب الخمر أكرمكم الله وحشاكم. فسكر الجامعة وخرجوا رغم اللي عندهم ترخيص من الدولة، وكان هذا سبب اللي أفاضت الكأس متاع السلط باش نفاوه الجابس. ثم اتشد وحكموا عليه بالإعدام، ثم بعد الإعدام أشغال شاقة مدى الحياة، وعدى في بنزرت في غار الملح، عدى 16 شهر تقريبا أو 18 شهر، عام ونصف، ثم جاه العفو ونوفي بين ظفرين إلى سوسة. وفي سوسة هي ما ربما هي ماهيش نافية، لكن رب ضارة نافعة. قرر في معهد محمد معروف حاليا اللي هو لسيد جارسون، المعهد الثانوي للذكور بسوسة، قرر العديد من الشخصيات والعديد من المسؤولين من بعد، ولا القاضي قاضي والدكتور دكتور والوالي والوزير وهكذا. بين ظفرين هو دوبا ما خذا الشهادة متاعه الشيخ عبد الرحمن خليف، مشى ربما لسنة أو لأشهر، قال لي راني قريت الحقوق، ما عجبتوش الحقوق، ولا بدل إلى الجانب الديني. وبين ظفرين كذلك هو كان يحب يكون طبيب، لكن ما وصلش باش يكون طبيب، وهنو الحمد لله خلى أولاده ثلاثة أطباء والحمد لله. إذن نرجع باش نقول لكم، كونه قرأ العديد من الشخصيات، وأذكر من بينهم اللي قراني في الكلية، كلية الطب في سوسة، ربي يذكره بالخير، سي عبد الكريم الزبيدي. اش قال لي وقت اللي عرفني؟ قال لي في السنة الأولى للطب، قال لي يا عبد الله ما عرفت قيمة التربية الإسلامية كان عم تلي قريتها عند بوك. والله التو مازالت كلمة في أذني. علاش؟ خاطر أولا الساعات متاع التربية الإسلامية كانت قليلة، ساعة واحدة في الأسبوع، ثم كانوا يشلكوها ضارب قداش، نصف ولا واحد نهايته. واعترض، يعني باش نسمي يظهر لي إذا كان صدقني ربي، وقتها كان هو في خطة مفتش للتربية الإسلامية، ما هوش متفقد من بعد ولا متفقد، مفتش للتربية الإسلامية، على ما أعتقد كان إدريس جيجا هو وزير التربية وقتها. قدم مشروع وبرنامج باش يزيدوا سوايع متاع التربية الإسلامية في البرامج متاع التعليم. وده يهزنا الموقف الثاني دكتور عبدالله، اللي وقع من بعد في أول التسعينات في نفس السياق، اللي هو مع الوزير محمد الشرفي. تعالوا نصوله بحول الله، ولا خليها هذه سلاح بيه. سلاح بيه بالك علاش؟ أما حبيت نذكر إنه شيء بشيء يذكره، لأنه نفس السيناريو اللي صار لهنا، عوض أن تنظاف الساعات، بالعكس في أول التسعينات بدأ التفكير في تنقيسها معناتها من المناهج. هما وافقوا له على إضافة الساعات. كانت هما ساعة تربية إسلامية وتربية وطنية وتربية مدنية على ما أعتقد، الحاجة رياضية، تربية رياضية والوطنية، وما كانتش فما مدنية وقتها، الإسلامية والوطنية والرياضية. فوافقوا لإضافة ساعتين في الأسبوع، وإذا بيجي يشوف يلقى ما فما زادتش حتى ساعة تربية إسلامية. قالوا له أنت قلت لنا زيد سوايع التربية، أنا زدنا للتربية، ولا ساعتين رياضة وساعتين تربية وطنية وساعتين وليس لمادة التربية، ليس إسلامية إسلامية. أنا زدت كيفاش التحايل؟ كما قلت لك، أكبر حدث صار له هو في أواخر ديسمبر عام 60، وأذكر من بينهم سي ريفال باهي الله يذكره بالخير، المخرج القيرواني، جاه قال له يا سي عبد الرحمن نحب نعمل فيلم على الأحداث اللي هو تعمل اسمه صندوق عجب، فيلم اسمه صندوق عجب، ما حبش يسجل الحضور متاعه. قال له يا سي رضا الملف هذاك تطوى، ما نحبه يتحل كان قدام ربي يوم القيامة. نحن فقط مش نعرج عليه، لأنه في وقت من الأوقات معناته حبوا معناته نقوله نحن إنه الشيخ عبد الرحمن هو اللي يتحمل المسؤولية الكل بما صار، لأنه هي ما كانتش معناته دخلت فيها أيدي أخرى بمن مظاهرة، وكل مرة اللي مظاهرت معناته الله يكبر الله أكبر ما يمشيش. هذه هي المشهورة بها في الحديث اللي كنت أحكي عليه. ففي استنطاقه في جويليا عام 61 يسألوا معناته حبوا يقولوا له انه يتحمل مسؤوليتها الكل، يقول له شنية الناس اللي دخلت ولا فما ايدي اخرى وما سموها الفئه الضاله، فهمني شنية الاهداف نتاعهم ولا شكون اثارهم، مش يجاوبهم الشيخ معناته في التحقيق في جويليا 61، يقول لهم هذه المظاهره اشبه شيء بحافله نقل فيها ركاب تختلف مقاصدهم. يعني هي مظاهره تمشيت بعنوان والنيه صافيه من الاول على اساس ردة فعل على تصوير فيلم نص بغداد، ولكن المقاصد الأخرى هي قالوا عبارة على كار، كل واحد عنده المقصد متاعه وين مش يهبط. أنا ما نتحملش مسؤوليتهم ليا باللي أنا قلته في خص الموضوع هذا. سيدي الحبيب
ماذا نقول يمكن عن الشيخ عبد الرحمن خليف ومواقفه؟ والله إن المواقف كثيرة وعديدة بالضبط. وخاصة يعني نتوقف عن مسألة إصلاح التعليم يعني. أن الشيخ كانت عنده رؤية رحمه الله للشخصية المتكاملة والمتوازنة، وهذا كان يعني في الواقع يتنافى مع التوجهات اللي كانت موجودة واللي كانت تغلب عليها الإيديولوجيا يعني. يعني هناك صراع إيديولوجي حتى وإن كان ظهر أنه الدولة ترعى الدين وكذا، ولكن هي شعارات، لأنه في الخفاء هناك موقف من المرجعية الدينية، والرؤية اللي كانت تريد هي السائدة معناتها اللي تحب أنه المسألة معناتها الدينية تبقى مسألة شخصية وتبقى يعني من بين تعامل مثل المكونات الأخرى متاع الهوية اللي وصلت في الأخير لحرية الضمير. نعم. في الأخير معناتها يعني. وبالتالي هو نحن في تونس يعني لابد أن نعترف بأننا لا نعي حق الوعي بهذه المرجعية، ولا نفهم عمق هذه المرجعية وأثرها في التوازن وفي التكوين. لأنه حتى نرجع لزعماء الإصلاح، يعني لو اتبعنا المنهج الإصلاحي الذي كان من وقت الثعالبي عبد العزيز الثعالبي، وكذلك معناتها الإصلاحات التي طرحت في جامعة الزيتونة لإصلاح التعليم والتعليم الصادق وخير الدين باشا وما إلى ذلك، يعني نفهم أن المسألة يعني هي في التوازن وفي التكوين المتكامل، وفي عدم يعني تهميش جانب على حساب جانب آخر. بالضبط. وهذا مع الأسف ما قاعد يحدث إلى اليوم في العلاقة بفهمنا ووعينا لحقيقة المسألة الدينية. الله يعني بالتالي الله. يعني الشيخ رحمه الله يعني هو مستوعب الأهمية متاع التربية والتعليم وأثرها في بناء الشخصية المتوازنة والشخصية الدينية المتكاملة، واللي سعى باش يحققها من خلال موقعه كمتفقد للتربية الإسلامية في ذلك الوقت. فأكيد أن المسألة يعني تحتاج إلى كثير من التحليل، ولكن نكتفي بهذا القدر مع التثمين الدور اللي قام به الشيخ رحمه الله في أنه كان من الأصوات القليلة التي كانت يعني تسمع والتي كانت ترتفع لرفع المظلمة عن مادة التربية الإسلامية. شكرا سيدي حبيب. تفضل سيدي. نعرض حوجة على فما يتذكر العديد من الأشياء في بعض الثواني، أنه كان حابب أذكر نشاطه في المجتمع المدني، من ذلك تكوينه لجمعية المحافظة على القرآن الكريم، وهي اللي كانت عندها أبعاد دينية وأبعاد ثقافية وأبعاد زادة فكرية وبخلاف بعاد اجتماعية، وكانت معناها الناس اللي مساهمين فيها كانوا خصوصا الصناعية، شوفوا كل الوليدات اللي باكوا القراية يعلموهم صنعة ويحفظوا القرآن في 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 الجامع، ومن ذلك يتعمل امتحان على الصنعة وعلى حفظ القرآن. هذه كلمة وهذا ذي في حقه وبتبعته بارك الله فيك سي طارق. ديما نقوله مع انت ما خصصنا من الوقت ليه في حقه، وهكا معناتها نجيو معناتها نوصلوا للفقره الاخيره مع سي مصطفى الفارسي، هوامش او قراءات على الهامش. تفضل سي مصطفى. اليوم باش ناخذوا مقال كتبه الاستاذ محمد الحبيب الهيله، حكى فيه على دور الفقهاء والزهاد في تاريخ الدوله الاغلبيه، وعرفت الدوله الاغلبيه عصر ازدهارها الفكري والسياسي في حياة الإمام سحنون وتلامذته من بعده، اللي ظلوا بالمرصاد لكل تجاوز وخرق يصدر عن الحاكم أو عن أهل البدع والأهواء، ثم حاولة البقاء والاستمرار في عصر قام فيه عيسى بن مسكين ويحيى بن عمر وحمديس القطان بمواصلة مبادئ المدرسة السحنونية. وبعد قرن واحد من الحكم الأغلبي انهزمت الدولة وهربوا القادة للمشرق، لكن اللي قعدوا في إفريقيا هما الفقهاء، صمدوا بلا بل قامت الثورة والمقاومة على يد رجال هاك المدرسة القيروانية من أمثال جبل بن حمود وأبو محمد الورداني وغيرهم، وواجهوا العبيديين الشيعة طيلة أكثر من 50 سنة، وكانوا هما اللي طردوا الشيعة إلى مصر ورجعوا بقايا من الدولة البربرية الزيدية إلى حضيرة السنة الملكية. ورغم الهزيمة العسكرية قدام جيش العبيديين والهزيمة الحضارية أمام أعراب بني هلال، إلا أن الفقهاء كانوا هما اللي حماوا المغرب الإسلامي عامة من التشيع،
اللي ما نجمش يصمد في أرض سنية ملكية تمسكت بالزهد والمرابطة. أسست المدرسة القيروانية في الفقه على منهج سني مالكي، زرعوا البعض من تلامذة مالك، وركزوا الإمام سحنون اللي ولى من بعد هو الزعيم والقائد، وربط فيها بين الفقه التثقيفي والزهد التربوي والدفاع عن المجتمع بالمعارضة وحماية الحوزة بالرباط. من أتباع المدرسة هذه نلقاو فقهاء هما بمثابة علماء ومعلمين، ونلقاو فقهاء مصلحين، ونلقاو فقهاء مرابطين وفقهاء زهاد. يقول الفقيه المؤرخ القيرواني اللاجئ للأندلس محمد بن حارث الخشني متحدثا عن سحنون وأصحابه: كان أصحاب سحنون سرج أهل القيروان، فابنه عالمها وأكثرهم تأليفا، وابن عبدوس فقيهها، وابن غانم عاقلها، وابن عمر حافظها، وجبل زاهدها، وحمديس أصلبهم في السنة وأعدلهم للبدعة، وسعيد بن حداد لسانها وفصيحها، وابن مسكين أرواهم للكتب والحديث. وكان الفقهاء وقتها برشا مواقف يرفضوا فيها الفساد الحكم، وهالرفض أشبه شيء بالمعارضة السياسية الحزبية اليوم. المدرسة القيروانية بالذات كان عندها برشا مواقف طريفة في معارضة السلطة، نذكر منها أولا رفض الوقوف احتراما للأمير. فما برشا روايات عن رفض الفقهاء الوقوف للأمير الأغلبي، كما حكاية البهلول بن راشد وعيسى بن مسكين وغيرهم، لكن الرواية المعبرة هي اللي تحكيت عن الفقيه القاضي عبد الله بن غانم. تقول اللي هو كان في مجلس إبراهيم الأغلبي الأول وما قام لوش وقت اللي دخل، فقال له الأمير: ما منعك أن تقوم كما قام إخوانك؟ فقال: أيها الأمير، حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فنكس إبراهيم رأسه وصمت. ثانيا رفض أموال الأمير من الهدايا والمرتبات، لأنه من الطبيعي باش يحاول الأمير الأغلبي إرضاء وتقريب الفقهاء بالعطايا والأموال، سواء كانت أجورة على عملهم في القضاء، وإلا أموال يفرقوها على الفقراء، وإلا هدايا مالية أو نوعية وقت الحاجة، ولكن الفقهاء يرفضوها في أغلب الأوقات. وقت اللي عرض عبدالله الأغلبي على أحد الفقهاء المرابطين أنه يعطيه اللي يحب، قال له المرابط: ماذا تملك حتى أطلب منك شيئا؟ وزكريا اللخمي تلميذ مالك يرفض حتى هو ذهب وفلوس أعطاه له زيادة الله الأول. كما رفض سحنون الأجر على القضاء وعمل كيف عيسى بن مسكين وحمديس القطان، وبقيت كلمة سحنون الشهيرة التي قال فيها: والله ما أكلت لهم لقمة، يقصد الأغالبة، ولا شربت لهم شربة، ولا لبست لهم ثوبا، ولا ركبت لهم دابة، ولا أخذت لهم سلة. وقعد مدة طويلة ممتنع من شرب الماء من ماجر السلطان، وعمل كيف حمديس القطان اللي كان ما يتعداش فوق القناطر اللي بناها أصحاب السلطان. ثالثا رفض الدخول إلى قصور الأمراء والمشاركة في مجالسهم، كما حمديس القطان اللي يقف قدام الأمير إبراهيم الثاني وقال له: لي إلى الأمير حاجة. فنشط الأمير وقال له: أذكر. فقال حمديس: تعافيني من المجيء إليك إلا فيما يكون لك عونا. وسعدون الخولاني فقد سئل عن الدخول قصور الأغالبة فقال: إنما أدخل مواضع الصالحين. رابعا رفض ولاية القضاء. مش فقهاء القروان الكل كانوا يرفضوا ولاية القضاء من الأغالبة، لكن كبارهم بالذات كانوا يهربوا من هالولاية وما يقبلوها، كان مرغمين وبشروط متشدة يقبلها الأمير من بعد. وساعات يلجأ الأمير إلى إرغام الفقيه المالكي بوسائل متعددة من التهديد، كما عمل مع ابن فروخ اللي طلع به على سطح الجامع وهدد باش يرميه إذا بقبلش، فقبل وبعد أيام استقال. وحتى سحنون هدوه 500 جلدة باش قبل القضاء، وكيفه ابن طالب القاضي اللي هدوه بالسيف وقبل، ويحيى بن عمر اللي قال لهم: هاو عيسى بن مسكين في بلاستي باش أعفوه منها، وعيسى بن مسكين اللي هدوه بالقتل والأمير بيده حتى عرقته السيف باش فرض عليه يقبل بالولاية. ومن أهم الشروط اللي كان الفقهاء اشترطوها القبول هي عدم تدخل السلطة السياسية في عمل السلطة القضائية والتشريعية، وأن للقاضي الحق على جميع الناس من عامة وخاصة، وأن تنفذ الأحكام على صاحب السلطة وأنصاره وجنده. فيقبل الأمير الشرط هذا مرغم زاد. وعلى الرغم من هذه المواثيق المتبادلة، فإن القاضي يعتبر قبول القضاء مصيبة حلت به. لك علاش؟ نلقاه الإمام سحنون نهار تتولى القضاء تخلى داره وقال لبنته خديجة: اليوم ذبح أبوك بغير سكين. وأحيانا يرفض القاضي الانصياع للأمير فيكون مصير القتل،
كما قتل إبراهيم الثاني ابن طارق القاضي رغم أنه ينتسب إلى العائلة الأغلبية. خامسا، الفقيه ابن غانم مثلا يمتنع من السير مع الأمير وحشيته على زرع الناس في سوانيهم باش ما يفسدوهاش، كما رفض باش يخليهم يبنيوا فوق مرتفع يكشف بيوت الناس. وخلال فترة الدولة الأغلبية كثرت الاعتداءات على الناس من العامة، وتكرر سبي النساء وتوزيعهم على الوزراء وكبار رجال الحاشية في القروان وفي سوسة وفي غيرها، فتدخل فقهاء القيروان محتجين ورافضين الظلم والتطاول. تدخل ابن غانم باش خرج الجند من دار أحد المواطنين، تدخل أبو الأحوص السوسي الفقيه لتخليص مساجين الثائرين من مدينة تونس، وتدخل عيسى بن مسكين باش يطلق سراح بعض النساء من السبي بعد ما استجاروا به. سادسا، معارضة ومراقبة الفقهاء العلاقات التي تقوم بين الدولة الأغلبية والدول النصرانية المجاورة، كما أبو العباس بن الأغلب الذي جمع شيوخ القيروان ووجوها وقت عقد هدنة بين الأغالبة وبين السقلية، ورفض الفقهاء المرابطين دخول حاشية الأمير الأغلبي للرباط ومعاه الحاشية والجيش واش معاهم من مظاهر له، كما رفض الفقهاء السنة الصلاة على أهل البدع المعتزلة من أعوان الأغالبة، كما رفض الفقهاء مناصرة الدولة الأغلبية في حروبها ضد الثائرين وقت اللي ثار القويبع بعث محمد بن الأغلب يستشير سحنون في قتاله ورجاه أن يعلم الناس بفرض ذلك عليهم، فقال سحنون غشك من دلك على هذا وقام من عنده. ملاحظ أن طيلة الفترة الأغلبية لم يتحرك الفقهاء بعنف، ورغم النقد وشدة الاختلاف بينه وبين السلطة فإنهم لم يعلنوا الثورة المسلحة ولم يلجأوا إلى العنف العسكري، رغم أن سحنون استطاع أن يجمع 1000 طالب علم وصوفي حسب الروايات، وكأن الفقهاء استوحوا سلوكهم من سلوك زعيمهم السابق البهلول بن راشد الذي كان يساق إلى الضرب والتعذيب، فجاءوه ناس ملثمين يستشيرونه في الثورة وإذا به يصيح على صوته لا 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 وهو في طريق الجلد والموت خوفا من فتنة العامة وحفاظا على الدماء. شكرا سي مصطفى على ذكر معناته من باب الدعاب على ذكر المعارضه والفقهاء في علاقتهم بالسلطه السياسيه. قبل ما نختم نذكر معناته دعابه لشيخ الشعراوي، كان هو وزير الاوقاف في عهد السادات وكان مكرهن على ذلك، ففي مره مشى مش يفتتح مركز اسلامي في روما، جوز وزراء واحد صوصه على صباط اكحل وواحد صباط مارون بني، فكي مشى لايطاليا رجع لهم بيهم، فبالمناسبه كان من غدوه عندهم اجتماع رئاسة وزراء برئاسة السادات نفسه، فالولان يدخل معناتها بالصباط الأكحل قال له مبروك هذا جديد، قال له ماهو شيخنا معناتها كثر خير وراه مشى جاب لي معناتها وصيته وراه جاب لي ما قصرش. من بعده هو دريجين دخل الوزير الثاني لابس الصباط الآخر زاد بارك له قال له والله هاو يعطيه فيه الخير معناتها شيخنا هكاك، وداخل الشعراوي أول ما خزر له خزر له رجليه باش يشوف إن راه عنده صباط ولا لا. شيخ قال له هكا جبت الوزراء الاخرين بينما انت هكا على عادتك كيف ما هو الصباط، قال له لي راني ما خليته للاجتماعات المهمه معناتها استماع معناتها فيه غير مهم معناتها بطريقه لابقه، معناتها راني ما حاجتيش باش نكون موجود هنا كان تحب تسبب لي عليها ونخرج. اذا هكا اعزائي معناتها المستمعين لم يبقى لنا الا توديعكم، وشكر موصول إلى جميع الحضور وضيوفنا الكرام اللي شرفونا الليلة، شكر إلى زملاء تقنيين أيمن وسيف. ما بقى لي كان نقول لكم ليلتكم زينة، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس الموعد، ومع الكون إلى جمالكم مشتاقون. صحة شريبتكم كل نهار أربعة من 10:30 الليل على الحياة فان. صحة شريبتكم.